ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا للدنيا بشجرة. في المسند وسنن الترمذي وابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: نام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حصير فأثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، ألا نبسط لك بساطا أو شيئا؟ انظروا لنقارن بين حالنا وحاله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: ما لي وللدنيا، إنما الدنيا كمثل رجل استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ما أعظمه من مثال! تصور لو أن إنسانا كان مسافرا وإذا به في الطريق يرى شجرة لها ظل ظليل، تلك الشجرة شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا بها، لأنها من حيث النظرة حلوة. وكذلك الدنيا كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد: إن هذا المال حلوة خضرة، حلوة يعني لها مطعم، طعمها هذه الدنيا لها حلاوة ونظرة يروق لها الناظر. فمثل الدنيا بهذه الشجرة، ثم إذا بهذه الشجرة لها ظل، ذلكم الظل يزول شيئا فشيئا حتى ينتهي. فالعاقل هو الذي يأخذ من هذه الشجرة بقدر حاجته ثم يرتحل. تصور لو أن شخصا من مكة إلى المدينة سار وإذا به في طريقه يرى شجرة، وإذا به لما انتهى إلى هذه الشجرة إذا به مكث بها وبنى بها الدور والقصور وما شابه ذلك، يعد هذا من المجانين وليس من العقلاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رب متخوض فيما تشتهيه نفسه ليس له يوم القيامة إلا النار.